هذه المحاضرة العاشرة ترتيب العام، المحاضرة الثانية في مبحث الإيمان. تكلمنا لكم في المرة الماضية أيها الأخوة عن مسألة الإيمان، أهمية دراسة مبحث الإيمان وأنها تقع ضمن مسائل الأسماء والأحكام، أسماء الوعد والوعيد والأحكام التي تترتب على هذه الأسماء. وقلنا أن أهمية هذا المبحث وغيره من المباحث تتعلق بالتوحيد، تتعلق بالتكفير وغيره. فأول أمر هو أنه أول خلاف حصل في الأمة الإسلامية إنما كان في مسائل الأسماء والأحكام. هذا الأمر الأول. أول خلاف حصل في الأمة الإسلامية إنما كان في مسائل الأسماء والأحكام. الأمر الثاني أن من الظلم الكبير التفرق بين المتماثلين والمتساويين، وكذلك التسوية بين المختلفين. وهذا الأمر خطير جدا في مسائل الأسماء والأحكام. عندما نعطي مثلا الأسماء المختلفة نعطيها أو نعطي المسميات المختلفة اسما مشتركا، أو أن نعطي الأسماء أو المسميات المتماثلة نعطيها أسماء يعني مختلفة. هذا أمر خطير، كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله إن من أعظم الظلم التفرقة بين المتماثلين والتفرقة بين بين المختلفين. وهذا ما يعني تحصل الفتنة الكبيرة عند اختلال هذا الميزان، لأن الشرع جاء بإلحاق النظير والمثيل والشبيه بحكم شبيهه ونظيره ومثيله. الأمر الثالث ضرورة ضبط المصطلحات الإسلامية، وأن فتنة المصطلحات هي فتنة قديمة وحديثة، وكثيرا ما تجني هذه المصطلحات الكثير من الويلات على الأمة. ثم على المسألة الرابعة، الأساس الرابع هو ضرورة التفصيل الرباني لسبيل المؤمنين، لأنه إذا لم تتضح سبيل المؤمنين بشكل واضح فلن تتضح سبيل المجرمين، وبالعكس أيضا عندما تتضح سبيل المجرمين أيضا تنعكس هذا على سبيل المؤمنين وضوحا وتفصيلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كذلك بفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. الأمر الخامس هي خطورة الأحكام. إذا هناك أحكام خطيرة تترتب على مسائل الإيمان والكفر، سواء هذه المسائل تتعلق بالدماء، تتعلق بالجهاد، تتعلق بالديار، تتعلق بالزواج، تتعلق بالطلاق، تتعلق بالذبائح. أحكام كثيرة تتعلق على مسائل الإيمان، الشهادة، الخلافة، القضاء، كلها تتعلق بمسائل الإيمان. الأمر السادس هو خطورة الغلو. إذا خطورة الغلو في مسائل الأسماء والأحكام، لأن حقيقة الغلو هو أيضا أحد الأشكال الخطيرة، لأن الغلو في مسائل الإيمان يؤدي إلى الاستهانة بدماء المسلمين، وهذا يؤدي حقيقة إلى الوقوع في بدعة الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فإذا لم تضبط هذه المسائل فإن الأمر خطير جدا. الأمر الأخير هو ضرورة ضبط هذه المسائل للحركة الجهادية، لأن الحركة الجهادية إذا لم تضبط هذه المسائل بشكل دقيق فإما أن تنحرف إلى الغلو، وإما أن تنحرف إلى التقصير وإلى الدخول في ما يسمى العملية السياسية والوقوع في أوحال الديمقراطية وأوحال الأفلاك السياسية التي يحبها أعداء هذا الدين. وبالتالي ما هي النتيجة؟ ضياع الثمرة الحقيقية من الجهاد في سبيل الله وهو التمكين لدين الله في الأرض. كل هذه الأمور حقيقة تجعلنا ندرس هذه المسائل بشكل إيش؟ بشكل دقيق. لذلك يا أخوة يعني الناس أو الأخوة الذين يدرسون هذه المسائل بشكل مفصل بشكل واضح، حقيقة هؤلاء نعتبرهم أنهم صمام أمان لحركة الجهاد الإسلامي. أما الأشخاص الذين يعني يعرفون هذه المسائل بشكل مجمل، فإن كثيرا منهم حقيقة يكون أشبه بالقنبلة الموقوتة لا تعرف متى تنفجر، قد تنفجر اليوم وقد تنفجر الغد. ولذلك لا بد من رفع المستوى الثقافي إذا صح التعبير، أو رفع المستوى العلمي لدى الطليعة المقاتلة، وذلك لكي كما قلنا لكي لا تضيع ثمرة الجهاد الإسلامي. طبعا اليوم تبدا في الدخول بالمسائل التفصيليه لمسائل الايمان. اولا حقيقه تعريف الايمان، من تعريف الايمان طبعا دائما يا اخوه نبدا بالتعريف اللغوي.
ثم الإيمان جميعا. طبعا الإيمان لغة يا أخوة معروف عند كثير من الناس أن الإيمان لغة هو إيش؟ هو التصديق. نعم. وهذا التعريف يعني حقيقة التعريف يعني خاطئ. فيعني هذا التعريف دائما يستدل به المرجئة أن الإيمان لغة هو التصديق. طبعا هناك بحث نفيس في شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 100 صفحة في مقدمة كتابه الإيمان يخلص إلى أن الإيمان في اللغة ليس هو التصديق، إنما الإيمان في اللغة هو الإيمان في اللغة هو الإقرار، هو الإقرار. طبعا ويستدل ليش؟ قال لأنه أول شيء لم يأتي به. لماذا قلنا أن الإيمان في اللغة هو الإقرار وليس مجرد التصديق؟ لماذا قلنا الإيمان في اللغة هو الإقرار وليس مجرد التصديق؟ لعدة أسباب. الآن لما نجي عن معنى اللغة نقول آمن ونقول صدق، نجي نقول آمن وصدق. يجوز طبعا آمن تتعدى إلى حرف الجر، يقولون آمن به وآمن إيش؟ له، صح؟ آمن به وآمن له، فآمن به وآمن له. أما بالنسبة لصدق، هل يجوز أن نقول آمنه؟ ها؟ لا يجوز. لا يجوز أن نقول آمنه. لابد من وجود ضمير أو يعني حرف الجر، صح؟ إما اللام وإما الباء. أما صدق، إحنا ما نستطيع أن نقول إيش؟ صدق. هذا الأمر يعني أن هناك زيادة معنى في الإيمان. أول شيء يعني لازم يكون في حرف جر لا أو لا. أما هون فإن الضمير يتصل مباشرة بإيش؟ بالفعل صدق. الأمر الثاني أن كلمة الإيمان فيها أكثر من معنى التصديق. يعني معنى التصديق هو مجرد تصديق إيش؟ خبر المخبر. التصديق هو مجرد تصديق وعدم تكذيب خبر المخبر. أما الإيمان ففيه إضافة إلى مسألة التصديق المخبر بما أخبر به، فيها مسألة أخرى زيادة على هذه المسألة، هي مسألة الاطمئنان، مسألة الاطمئنان والالتزام، مسألة الاطمئنان والالتزام بكلام إيش؟ بكلام المخبر. أما كلمة التصديق فليس فيها إلا إيش؟ تصديق المخبر بما أخبر. ولذلك كلمة الإيمان أعم من كلمة إيش؟ من كلمة التصديق. كلمة التصديق تكون قاصرة فقط، فيها تصديق نسبة الخبر إلى المخبر، تصديق نسبة الخبر إلى المخبر. يعني مثال حتى نقول يعني شو معنى حتى تفهم كلمة يعني الفرق بين الإيمان وبين التصديق أو لما نقول إنه مجرد. إحنا مثلا نقول الآن أنا مصدق إنه مثلا رئيس الجمهورية، مثلا ما يسمى رئيس الجمهورية العربية السعودية، أصدر مرسوم وطلع هذا المرسوم مثلا على التلفزيون وطلع على الجريدة، أنا مصدق بهذا إيش؟ بهذا الخبر، نسبة الخبر إلى المخبر. لكن هل يوجد التزام بهذا الخبر؟ لا يوجد التزام، أنا لا ألتزم بهذا الكلام. لذلك نفس الأمر بالنسبة لكلمة الإيمان. كلمة الإيمان يعني إضافة إلى، ليس لا يتجلى فقط بمسألة تصديق المخبر بما أخبر به، يوجد فيه اطمئنان بهذا الخبر والتزام أو إنشاء الالتزام بإيش؟ بهذا الخبر. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى جعل دائما كلمة إيش؟ كلمة الإيمان، جعل بدلا عنها كلمة إيش؟ الإقرار. كما جاء في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم به من كتاب وحكمة، قال أقررتم وأخذتم على ذلك رسلي، قالوا أقررنا.
قال اشهدوا وانا معكم من الشهدين. ماشي. اذا ودخل الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. شوف لتؤمنن به ولتنصرن. قال ايش؟ اقررتم. فجعل مقابل الايمان الايش؟ الاقرار. جعل مقابل الايمان الاقرار. بناء على هذا الكلام يحمل شيخ الاسلام ابن تيميه الى ان الايمان هو ايش؟ هو الاقرار. والاقرار ما معنى الاقرار؟ الاقرار هو الالتزام او انشاء الالتزام. هذا معنى. طبعا الالتزام بمعنى الالتزام بكلام المخبر وما ينتج عنه من اوامر، او انشاء الالتزام بمعنى ايش؟ الاستعداد لهذا الالتزام. يعني لما يكون في التزام عملي هذا نسميه ايش؟ نسميه التزام. لما يكون في يعني نيه جازمه لهذا الالتزام احنا ايش نسميه؟ انشاء الالتزام. ولذلك الايمان هو الاقرار. اما التصديق اما التصديق فهو مجرد تصديق نسبة الخبر إلى المخبر. تصديق نسبة الخبر إلى المخبر هذا ايش يسمونه؟ يسمونه تصديق. أما الإقرار فهو أعلى مرتبة. فهو أعلى مرتبة لأن فيه ايش؟ لأن فيه التزام أو إنشاء التزام. ولذلك الإقرار في الفقه عندما نقول مثلا الإقرار سيد الأدلة، الإقرار فيه ايش؟ فيه التزام. وبشكل عام قال أقررتم يعني ستلتزمون بهذا الكلام. قالوا ايش؟ قالوا أقررنا. ولذلك لكل هذه الأسباب اللغوية من ناحية تعدي الفعل آمنا بايش؟ ضرورة أن يأتي هناك حرف جر إضافة إلى الفرق ما بين كلمة صدق وآمن. كلمة آمن فيه أكثر إضافة إلى قوله تعالى لتؤمنون به قال أقررتم. فجعل مقابل الإيمان بدل عنه الإقرار لم يقل أصدقتم، قالوا إيش؟ أقررنا. بناء على هذا الكلام فنقول بأن المعنى الصحيح، المعنى الصحيح لكلمة الإيمان في اللغة هو إيش؟ هو الإقرار وليس التصديق. أما مثلا الشيء الشائع دائما يقول لك الإيمان هو إيش؟ هو التصديق. هذا كلام خاطئ، وبعض الناس ينقل عليه إجماع أهل العربية وهذا كلام باطل. ويأتي شيخ الإسلام ابن تيمية ويبين أنه حقيقة لم يأتي في أي معجم من معاجم اللغة العربية المعتبرة في القرون الأولى هي كلمة إيش؟ كلمة الإيمان هو التصديق. لكن المرجئة يعني دخلوا في العصور المتأخرة فأدخلوا الكثير من القواميس يا أخوة ألفت في عصور متأخرة، فتأتي بهذا القاموس وتفتح تجد ان الايمان هو ايش؟ هو التصديق. ودائما المرجئه يتفقون على هذه القضيه فيقولون لماذا انتم تلومون على تعريف الايمان بالتصديق واهل العرب يجمعون على ان الايمان هو التصديق؟ والحقيقه ليست هكذا. الحقيقه هي ان اهل العربيه لم ينقل عن عالم معتبر منهم كالخليل بن احمد او صاحب غريب اللغه او غيرها على اعتبار ان الايمان هو التصديق. إنما جاء عنه أن الإيمان هو الإقرار، لأن إضافة إلى مسألة تصديق المخبر بما أخبر به هناك التزام وإنشاء أو إنشاء للالتزام. وكذلك كلمة الأمن أيضا الإيمان مأخوذ من الأمن، والأمن يفيد الطمأنينة، يفيد الطمأنينة بكلام المخبر وبأوامره. إذا نقول هذا الكلام فإننا نقول أن المعنى الصحيح لكلمة الإيمان هو الإقرار الذي هو إما التزام وإما إنشاء الالتزام. هذا بالنسبة للمعنى اللغوي. طبعا هذه القضية تفيدنا كثير إن شاء الله في المستقبل عندما نناقش موضوع حقيقة الإيمان ومعنى الإيمان وكلام أهل الإرجاء. لذلك تنتم إلى هذه القضية المعنى
كتاب الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان الكبير يتكلم فيه أكثر من 100 صفحة، لكن هذه خلاصتها يعطيكم الشيء المهم اللي تستفيدوا منه إذا طالب العلم اكتفى بهذه القضية تكفيه إن شاء الله. أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي، اصطلاحاً طبعاً يا أخوة، المعنى الاصطلاحي طبعاً الذي تواضع عليه علماء العقيدة وعلماء التوحيد، نعم، ما أفضل تعريف هو تعريف الإمام البخاري لما نقله الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن علماء الأنصار في مقدمة كتاب الإيمان في صحيح البخاري، أنه قول وعمل يزيد وينقص. هذا التعريف الذي نقله الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وقال نقلته عن أكثر من 1000 من علماء الأنصار. وقال الإمام البخاري رحمه الله أنه لم يعني أنقل الحديث إلا عن من يقول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نأتي الآن إلى شرح هذا التعريف، شرح هذا التعريف. طبعا هناك تعريفات أخرى، لكن هذا هو التعريف إيش؟ التعريف المختار. وهذا التعريف أيضا نقله الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الألوهية، قال بأن أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. ونقله أيضا الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه المعروف جامع العلوم والحكم، وادعى إجماع أهل السنة على هذا التعريف. أما بالنسبة لشرح هذا التعريف، عندما نقول قول وعمل ماذا نقصد بهذه العبارة؟ ماذا نقصد بهذه العبارة؟ طبعا عندنا كلمة القول وعندنا كلمة العمل. فعندك القول يشمل أمرين، قول القلب وقول اللسان، والعمل هو عمل القلب وعمل الجوارح. عندما نقول قول يعني قول القلب وقول اللسان، وعندما نقول عمل نقصد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. أما عمل القلب يا أخو هو التصديق، قول القلب هو التصديق الإذعان، قول القلب هو التصديق الإذعان، وقول اللسان هو الإقرار، الإقرار. أما عمل القلب فهو دوافع القلب، عمل القلب دوافع القلب، عمل الجوارح إذا الأعمال الظاهرة، الأعمال الظاهرة. نأتي إلى المسألة الأولى اللي هي قول القلب. نشرح كل معنى من هذه المعاني بشكل مفصل حتى تفهموا هذه الأمور. فلما نجي نقول إحنا قول القلب هو إيش؟ هو التصديق. أول شيء لما نقول قول وعمل قول، قول الإيش؟ القلب. شو قلنا؟ التصديق الإلعاني، التصديق الإلعاني. ماذا نقصد بهذه الكلمة التصديق الإذعاني؟ نقصد بها شوف، التصديق الإذعاني هو العلم، العلم اليقيني، ماشي، العلم اليقيني لما جاء به الرسول، لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. المستلزم للقبول والانقياد. اذا العلم اليقين، لما نقول احنا يا اخي قول القلب هو تصديق القلب، ماذا نقصد بهذا التصديق؟ قلنا ايش؟ التصديق الاذعاني، قلنا التصديق الاذعاني. ماذا نقصد بالتصديق الاذعاني؟ اول شيء العلم اليقيني. طب علم يقيني بإيش؟ مو أي علم يعني. فنحن نعرف موضوع الإيمان، نحن نقصد الإيمان بشكل خاص، إيمان مخصوص اللي هو الإيمان بما جاءت به الرسل من عند الله، الإيمان بما جاءت به الرسل من عند الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا. ماذا نقصد بهذه العبارة؟ نقصد بهذه العبارة يعني جملة وتفصيلا إجمالا
إجمالا فيما يجب فيه الإجمال، إذن إجمالا فيما يجب فيه الإجمال، تفصيلا فيما يجب فيه التفصيل. إحنا الآن يا أخوة، شريعة الله سبحانه وتعالى التي أنزلها إلى رسله هي شريعة مفصلة فيها الكثير من الأحكام، صح ولا خطأ؟ يعني الأحكام الفقهية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية والأحكام الشرعية أحكام كثيرة. هل نحن مطالبين كبشر حتى نكون مؤمنين أن نعرف وأن نؤمن، بمعنى نعلم العلم اليقيني، نعلم علم اليقينين بجميع هذه المسائل؟ الجواب لا، لأنه بهذا الإطار معناه مصفى علم جميع الدين واجب على جميع الأمة، على كل فرد من هذه الأمة، وهذا إيش؟ وهذا محال. حتى كبار العلماء، حتى كبار أهل العلم لا يملك جميع إيش؟ لا يملك جميع العلم. لذلك يقول لما نقول الإيمان إجمالا فيما يجب فيه الإجمال، بمعنى نصدق الرسل إجمالا بجميع ما أخبروا، فنقول بأن ما أخبروا به هو إيش؟ هو حق وصدق، ونحن إيش؟ نلتزم به. هذا على وجه إيش؟ على وجه الإجمال، على وجه الإجمال، كل ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه هو حق وصدق، سواء علمناه أو جهلناه. هذا لما نقول كلمة إيش؟ كلمة إجمال، فيما يجب فيه الإجمال، المسائل المجملة، المسائل المجملة، وتفصيلا فيما يجب فيه التفصيل. صح نحن يا إخوة لسنا مطالبين بأن نعرف جميع ما جاء به الرسل على وجه التفصيل، لكن هناك بعض المسائل لابد أن نعلمها بشكل تفصيلي. هذه المسائل ما يسميها أهل العلم المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. ليش سميناها معلومة من الدين بالضرورة؟ كلمة الضرورة العلم الضروري، المعلوم من الدين بالضرورة، يعني هذه العلم بها علم ضروري، أي انتشر بين العامة والخاصة، انتشر بين العامة والخاصة. هذه المسائل التي معروفة مثلها ألف الشيخ مثلا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب المعروف القواعد الأربعة والأصول ثلاثة، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. فماذا ذكر في هذه المسائل؟ ذكر فيها المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، إنه مثلا يؤمن بأن الله هو الخالق وهو الرازق يفرده سبحانه وتعالى من العبادة، يعرف أركان الإيمان، يعرف أركان الإسلام، هذه إيش تسمى؟ المسائل المعلومة من الدين بالضرورة التي أجمع عليها المسلمون. ضابطها شنو ضابط المسائل المعلومة من الدين بالضرورة؟ أجمع عليها المسلمون قديما وحديثا ويعلمها العام والخاص. الآن مسألة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه مسألة ضرورية أم ليست ضرورية؟ ضرورية. تجي على أي واحد يقول لك شو هو الإسلام؟ يقول لك إيش؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. إقامة الصلاة ضرورة ولا مو ضرورة؟ ضرورية. الزكاة، الحج، تحريم القتل، تحريم الزنا، تحريم السرقة، هذه كلها إيش؟ معلوم من الدين بالضرورة. لكن مثلا واحد يأتي إلى مسألة مثلا ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، مثلا بيع الغرر، العلماء ممكن ناس من طلبة العلم ما يعرف شو معنى بيع الغرر أو عسل الفحل، ها؟ 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 هذا معنى هذا المسألة؟ هذه المسألة يا أخوة مسألة إيش؟ مسألة ليست من العلوم الضرورية، وإنما هي من العلوم النظرية، العلوم النظرية التي لا بد من تحصيلها إلى إيش؟ إلى الاكتساب. أما العلم الضروري لا يحتاج إلى إيش؟ لا يحتاج إلى اكتساب، بسبب اشتهار العلم، بسبب اشتهار العلم أصبح أقرب إلى العلم البدني، أصبح أقرب إلى العلم البدني، مثل مسألة إن والله الشمس موجودة وتشرق من المشرق والريح مثلا لها وقتها، وهي مسائل إيش؟ لا تحتاج إلى إيش؟ إلى كسب. أما مسائل مثلا بعض العلوم تحتاج إلى إيش؟ إلى كسب. إذا لما نقول جملة وتفصيلا نقول إجمالا فيما يجب فيه الإجمال، بمعنى تصديق الإجمال جميع ما أخبرنا به الله وأمرنا به الله حق وصدق، سواء علمناه أو لم نعلمه.
وهناك مسائل لا يكفي فيها الإجمال، لا بد أن نعرفها على وجه التفصيل. ما هي هذه المسائل؟ ليست كل الدين، وإنما هي إيش؟ المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، اللي فيه إحنا نقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. لما نقول جاء في الحديث بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، شو معنى طلب العلم؟ قال العلماء العلم العيني، الفرض العيني. شو هو؟ المعلوم من الدين بالضرورة. شو ضابطه؟ يعلم العام والخاص، ولا يسع المسلم جهله. فهو لازم نعرفها إيش؟ بالتفصيل. ولذلك العلماء يؤلفون مثلا كتب العقائد، صح؟ تحوي إلى إيش؟ الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. أو مثلا كتاب الأصول الثلاثة، كتاب القواعد الأربعة، كل هذا إيش؟ المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. الأمر الآخر، لما إحنا نقول مجرد العلم بهذه المسائل، لا، لا يكفي مجرد العلم. من يقول والله إيش؟ يا أخي نحن نعلم ونوقن بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقوم بالصلاة، يجب أن يكون مستلزم لإيش؟ للقبول، للرضا بهذه الأحكام، والانقياد، يعني الالتزام العملي، الالتزام العملي. لذلك إحنا إيش سمينا؟ التصديق الإذعاني، يعني تصديق علم يقيني مستلزم للقبول والانقياد. أما إذا كان هذا التصديق، ألا تسمعون بكلمة التصديق الجازم؟ بعض الناس يسمع كلمة التصديق الجازم، دائما مثلا بعض الناس يقول لك أول الحرب هو التصديق، لا احنا ما نقول تصديق جازم. كلمة التصديق الجازم هي كلمة إيش؟ كلمة ناقصة. احنا لازم نقول التصديق الإذعاني، يعني هذا التصديق، هذا العلم ماذا يجب عليه أن ينتج؟ ينتج القبول والانقياد. أما إذا لم يؤدي هذا العلم إلى القبول، مثل الكفار، مثال على هذا الأمر، الكفار علموا علما يقينيا بصدق دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يقبلوها، فلم يعتبروا مؤمنين أو مسلمين. كما قال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا كان لديهم يقين، قال ابن عباس رضي الله عنه: يقينهم في قلوبهم كالجبال، يقينهم في قلوبهم كالجبال. أين إشكاليتهم؟ أنهم لم يقبلوا هذه الدعوة، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. علمت، فلديه إيش؟ لديه علم يقيني. بناء على هذا الكلام لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون هناك قبول. أيضا مع القبول، مو بس القبول، إيش يقول؟ لازم يكون فيه انقياد، انقياد لهذا الدين. والدليل على هذا الكلام مرة من المرات جاء حبر من أحبار اليهود، قال: والله نشهد أنك رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نشهد أنك رسول. إذا حصل لديهم علم ويقين وإيش؟ وقبول، لكنهم قالوا: لكننا سنبقى على التوراة ولن نتبعك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل منهم الإسلام، قال: حتى تلتزموا بالقرآن، أو كما جاء في الحديث. إذا هنا إيش؟ ما صار فيه إيش؟ انقياد، رغم أنه في قبول وفي يقين وفي علم. لذلك إحنا يا أخوة هذه العلم اليقيني، شوف هذه من شروط لا إله إلا الله. إحنا ليش ما درسنا معكم شروط لا إله إلا الله؟ شو شروط لا إله إلا الله السبعة؟ العلم واليقين والقبول والانقياد بدل ما أقول، كما قال حافظ حكم. الشروط السبعة: أولها العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبك. إذا تشوف كلها تؤدي في خلال التصديق. لما إحنا نقول العلم، يعني العلم الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا معنى العلم. أيضا اليقين المنافي للشك والريب، يعني مو بس علم عادي، إنما هو علم وصل إلى درجة اليقين المنافي للشك والريب، المنافي للشك والريب. طب إيش علم يقيني بإيش؟ واحد يقول لك علم بعلم الذرة، علم يقيني بعلم الجيولوجيا، علم يقيني بعلم، لا، العلم يقيني بشيء محدود، ما هو مخصوص، ما جاء به الرسل. هذا اللي احنا نقصد بالإيمان. لذلك أنا مرة سألناكم سؤال: الإيمان إذا أطلق ماذا يراد منه؟ الإيمان الشرعي، اللي هو الإيمان، العلم اليقيني بما جاء به الرسول. كيف نؤمن؟ كيف نعلم؟ نعتقد ونوقن بما جاء به الرسول؟
هناك إجمال وتفصيل. إجمال فيما يجب فيه الإجمال بأن نقول على وجه الإجمال جميع ما جاء به الرسل هو إيش؟ حق وصدق، وعلينا أن نلتزم به. تفصيل، هناك مسائل تفصيلية لأن كمسائل الشهادتين وأركان الإيمان وأركان الإسلام وما يسمى المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. إذا العلم اليقيني إجمالا وتفصيلا مستلزم لإيش؟ القبول بهذه الكلمة وإيش؟ والإنقياد. هذا كله احنا نسميه ايش؟ قول القلب. هذا كله احنا نسميه ايش؟ قول القلب، اللي هو التصديق الإذعاني. سميناه بالإذعاني تمييزا للتصديق الإذعاني عن التصديق الجازم. عن التصديق الجازم الذي هو فقط علم يقيني. التصديق الجازم إلى هذه اللحظة، علم يقيني لما جاء به الرسل. أما لما أقول إذعاني يعني مستلزم للقبول والإنقياد. هذه كلمة إيه؟ قول القلب اللي هو تصديق اللسان. أما ننتقل بعدها إلى إيش؟ قول اللسان اللي هو إيش؟ الإقرار. الإقرار. نأتي إلى الإقرار. مكتوبة يا شباب؟ نأتي إلى قول اللسان. قول اللسان هو الإقرار. شو معنى الإقرار؟ قلنا الإقرار معناه هو إيش؟ الالتزام أو إنشاء الالتزام بما جاء به الرسول، بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. ماشي؟ إذا الالتزام أو إنشاء الالتزام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. إذا هناك كيف الآن أنا لدي علم يقيني في داخلي، صح؟ لدي علم يقيني في داخلي. هذا العلم اليقيني لما جاء به الرسول لابد أن يظهر، صح؟ لابد أن يظهر على إيش؟ على الظاهر. كيف يظهر على الظاهر؟ عن طريق إيش؟ عن طريق الإقرار. عن طريق الإقرار. هذا الإقرار ما معناه الالتزام؟ شو معنى الالتزام؟ أو إنشاء الالتزام بمعنى الإتيان. الإتيان بلوازم. كيف يتجلى هذا الأمر يا أخوة؟ يتجلى هذا الأمر اللي هو الإقرار عن طريق الإقرار بالشهادتين. كيف يظهر أنه هذا الإنسان أنه اعتقد اعتقاد جازم، استلزم هذا الاعتقاد الجازم العلم اليقيني المستلزم للقبول والإنقياد؟ كيف أعرف أن هذا الإنسان فعلا حقيقة أنا أعرفه أنه إيش؟ أنه ملتزم بهذا الأمر عن طريق شيء ظاهر. ما هو هذا الظاهر؟ الإقرار بالشهادتين. شو هو الإقرار بالشهادتين؟ الإتيان بلوازم الشهادتين واجتناب إيش؟ نواقضها وخوارمها. ماشي؟ الإتيان بنقول إحنا الالتزام. لماذا الإتيان بلوازم الشهادتين؟ هذه الشهادتين لها حق حقوق. لها حقوق ولها أركان كما تعرفون. أركان الكفر بالطاغوت، الإيمان بالله، العبادة، مسألة العبادة يعني أصل العبادة كما تذكرون، والكفر بالطاغوت والبراءة. كل هذه الأمور لابد أن نأتي إيش؟ بلوازمها ونشتغل نواقضها. لذلك من الشرط أن ننتبه. بعض الناس يقول قول اللسان هو النطق بالشهادتين. لا، ليس المقصود هو كلمة النطق، إنما هو إيش؟ الإقرار. ولذلك عندما قيل أن قول اللسان هو النطق بالشهادتين جرى علينا هذا الأمر ويلات كثيرة. ولذلك لم نستطع يا أخوة أن نكفر الطواغيت وأن نخرج على الطواغيت. لماذا؟ لأنهم نطقوا بالشهادتين. فأصبح عند الناس أنه بمجرد أن ينطق الشخص بالشهادتين يأخذ شهادة عصمة خالص من إيش؟ من الكفر. وهذا كلام باطل. ليس المقصود هو أن ننطق بالشهادتين. النطق بالشهادتين هو جزء من الإقرار. الإقرار هو أوسع وأعم من النطق. يشمل النطق
ويشمل ايضا التزام ويشمل ايضا ايش اجتناب هذا الالتزام. ولذلك الصحابه رضي الله عنهم ما قبلوا من المشركين الاوائل المرتدين ما قبلوا منهم ايش النطق بالشهادتين. ليش؟ لانه لم يلتزموا بلوازمها ولم يجتنبوا نواقضها. ولذلك حاربوا رضي الله عنه الصديق والصحابه حاربوا مسيلم الكذاب وحاربوا مانع الزكاه قال الا بحقها. فقال سيدنا ابو بكر ان الزكاه من حقها اي من لوازمها من لوازم هذه الكلمة. وايضا عندما يقول بان مسيلمه هو رسول من عند الله هذا يناقض لوازم هذه الكلمه بان محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. ولذلك ليس المقصود بالاقرار هو النطق. فكلمه النطق هي شيء بسيط جزء بسيط لكن نحن نريد النطق الذي يتضمن اقرارا بمعنى التزام او انشاء الالتزام. لماذا نقول انشاء الالتزام؟ نضربكم مثال حتى تفهموا الفرق لما نقول التزام او انشاء الالتزام. مثال على هذا الكلام مثلا الرجل الذي جاء واسلم كان رجل مقنع بالحديد كان مقنعا بالحديد فقال يا رسول الله اسلم ثم اقاتل ام اقاتل ثم اسلم. فقال عليه الصلاه والسلام من اسلم ثم قاتل فقاتل فقتل فدخل الجنه. قال النبي عليه الصلاه والسلام عمل قليلا واجر كثيرا. هذا الرجل لم يصلي هذا الرجل لم يصلي. لماذا لم يصلي؟ لانه لم يسعفه الوقت. هو ماذا فعل؟ انشا الالتزام وقام بكلمه التوحيد ولم يؤدي مثلا اركان هذه ولوازم هذه الكلمه من ناحيه ايش؟ الاتيان بالصلاه. لكنه انشا هذا الامر وكان مستعدا له لولا انه ايش؟ اخترمته المنيه. فهذا ايش؟ انشا الالتزام. او انسان مثلا اسلم وهو على فراش الموت قبل ما يموت مثلا شاف قبل ما يغادر يعني مثلا اجوا ايش؟ اجوا اسلم. بعدين شو صار فيه؟ مات. ماذا يفعل هنا؟ انشا الالتزام. ما حصل عنده التزام، ليش؟ لانه ليس لديه الوقت الكافي لتطبيق هذا الالتزام. فهو يقبل منه هذا. ايضا مثلا الاحناف اللي كانوا قبل الاسلام هل كان لديهم التزام ام لديهم انشاء الالتزام؟ لديهم انشاء الالتزام. ما كانوا يعرفون تفاصيل الشريعه مثلا ورقه من نوبه قال والله لئن ادركك لانصرنك نصرا مؤزرا فلما لبث ان مات ايام ثم مات. اذا هو ماذا فعل؟ انشا الالتزام. قال انا عازم على نصرتك وعلى نصره دينك لله لكن ما حقق الالتزام العملي. هنا ايش؟ في هذه الحالة يكتفى بايش؟ بإنشاء الالتزام، لذلك احنا يقولون الالتزام أو إنشاء الالتزام، الالتزام عندما يكون هناك وقت كافٍ ولا يوجد مانع معتبر. هنا لابد أن نأتي بايش؟ بالالتزام. أما إنشاء الالتزام عندما يكون هناك مانع معتبر يمنعني من الالتزام فيكتفى هنا ايش؟ بإنشاء الالتزام. مثال ايضا نصراني مثلا دخل في الاسلام حديثا راح يتعلم العلم الشرعي عشان يعرف الصلاه على الطريق مقصدته سياره مثلا هذا ما صلى اذا هو ايش معذور لماذا؟ لانه انشا الالتزام. اما والله مثلا دخل في الاسلام وصار له سنه وعم يلعب وعم يمرح وعم كذا وما ادى مثلا الصلاه هنا ايش؟ ليس لديه مانع معتبر لذلك لا نقبل منه ايش؟ هذا الالتزام نعتبره انه لم ينشئ الالتزام انشاء حقيقيا. ايضا نفس الامر بما جاء به الرسول جمله وتفصيلا جمله عن طريق حقيقه الاقرار بالشهادتين وتفصيلا في المسائل المعلومه من الدين بالضروره عليه ان يقر بها بشكل ايش؟ بشكل مفصل. هذا بالنسبه لمساله ايش؟ مساله الاقرار. اذا انتبه نحن نقول اقرار ولا نقول نطق. فرق ما بين الاقرار وما بين النطق. لكن ما نقول والله ايش؟ نطق بالشهادتين، نقول ايش؟ اقر بالشهادتين. ولذلك احنا يا اخوه هذا ليش نقول كلمه اقر؟ انتبه لما نقول اشهد ان لا اله الا الله. الشهاده يا اخوه كلمه الشهاده كلمه الشهادة يعني هذه أليست كلمة الشهادة
هي يعني رديف كلمة الإقرار صح؟ كلمة أشهد أن لا إله، لماذا مثلا إحنا نقول الشهادتين؟ كلمة الشهادة غير كلمة أعلم أن لا إله إلا أو أصدق بأنه لا إله إلا، إنما هي كلمة إيش؟ فيها التزام، لأن الإنسان عندما يشهد بالأمر يعني عندما يعلم المعلومة هل يعتبر شاهد؟ لا، ممكن إنسان شاهد الجريمة لديه علم بها، متى يعتبر شاهد؟ عندما يذهب إلى المحكمة ويدلي بالشهادة، إيش يسمى هون؟ يسمى شاهد. ذلك هو نفس الأمر، الشهادة يعلم كلمة التوحيد ويلتزم بها حتى نسميها إيش؟ لذلك عبر عنها بكلمة الشهادة ولم يعبر عنها بكلمة العلم مثلا فقط. العلم هو أحد أجزاء هذه الشهادة، ولذلك أنا نقول أشهد، كلمة أشهد مثلها، لذلك الشهادة والإقرار. الشهادة تكون على النفس والإقرار تكون على النفس وعلى الغير. ولذلك هنا كلمة الإقرار نجعلها مثال، ما كانت العبارة أنطق بأنه لا إله، إنما إيش؟ أقر وأشهد. لا إله، كلمة أقر وأشهد بمعنى ألتزم بلوازم هذه الكلمة وأركانها وأجتنب إيش؟ نواقض، هذا معناه. شيخ قال ليش أجب لا يعلم أنه لا إله إلا الله وصدق الله. إيه جزء. الله أمر بإيش؟ بأن نعلم. هذا جزء منه، لا يعني أنه فقط يكتفى بالعلم، ذلك العلماء جعلوا الشروط الله أولها إيش؟ العلم. وجاء في آية أخرى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لكن الله دلنا على أن أول طرق الشهادة هو إيش؟ العلم. لذلك إحنا قلنا أول مرتبة من مراتب التصديق شو هي؟ العلم اليقين. هذه الشهادة احنا شوف انطلقنا اول شيء من ايش؟ من العلم اللي هو بالقلب، بعدين انتقلنا لليقين اللي هو بالقلب المستلزم للقبول، حتى انتقلنا للاقرار اللي هو الشهادة، حتى انتهينا لمراحل. ماشي؟ اذا العلم اليقيني المستلزم للانقياد ظاهرا عن طريق الاقرار ايضا، هاي هذا كله ايش؟ قول القلب وقول اللسان. فلا بد ان ياتي الانسان بايش؟ باقرار بالشهادتين. وأول شيء الإقرار بها هو إيش؟ النطق بها. ولذلك إحنا نقول ليش بنقول مثلا النطق؟ ممكن الإنسان ما ينطق بالشهادتين وهو مقر بها، مثال عليها الأخرس. الأخرس مثلا ما يقدر ينطق بالشهادتين، لكنه عند جميع العلماء أنه إيش؟ أنه مقر بالشهادتين، إذا مثلا قال بإيده هيك خلص هاي إيه؟ نعتبرها إيش؟ لأن الإقرار كل إقرار بحسب هذا إيش؟ بحسب هذا الشخص. نعم اعتقاد قلنا العلم اليقيني هو الاعتقاد. قلنا العلم شو معنى العلم؟ الاعتقاد الجاد. الاعتقاد هو المرتبة الأولى اللي هي الجزم، معنى الاعتقاد بمعنى الجزم التصوري الذهني، أي معنى إيش؟ معنى الاعتقاد. لكن الشريعة الإسلامية والعقيدة الإسلامية ليست عقيدة فقط ذهنية تصورية، وإنما هي ذهنية تصورية تنتج سلوكا عمليا على أرض الواقع اللي هو إيش؟ الإقرار. راح نكمل الآن. إذا هاي بالنسبة لإيش؟ قول القلب، قول اللسان، عمل القلب. عمل القلب. نجي على العمل. نأتي إلى العمل. لكن عمل القلب، شو عمل القلب يا أخو؟ حركة القلب ودوافعه، يعني لا يكتفى يا إخوة بمجرد مثل ما ذكرناه أن الإنسان يجزم بالحق ويلتزم بالحق، لابد إيش؟ أن يحب هذا الحق، يحب ويخلص ويعني تتحرك دوافعه، المحبة، الخوف، الرجاء، كلها يسمونها إيش؟ دوافع القلب. دوافع القلب. ولذلك العلم واليقين والقبول والانقياد وفضل المرء والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لمحبة. إذا لابد أن يكون هناك إيش؟ حركة. ليس المقصود فقط أن نقر ونعلم نعتقد بما جاء
عن الله، وانما ايضا اضافه الى هذا الاعتقاد لابد ايش؟ من محبه، من محبه لهذا الحق وايثار هذا الحق على غيره من المحبه. هذه يسمونها ايش؟ حركه القلب ودوافعه، محبه، خوف، رجاء، انابه، اخلاص، توكل، هذه كلها ايش؟ تسمى حركه القلب، اعمال القلب، اعمال القلوب، ماشي؟ عمل القلب وتعظيم، هذه كلها ايش؟ عمل القلب. عمل الجوارح، عمل الجوارح يا اخوه ايش؟ طبعا مثل الاعمال الظاهره مثل الصلاه، الحج، الجهاد، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، هذه كلها ايش؟ من اعمال الجوارح الظاهره. اذا لما نقول قول وعمل صرنا نعرف شو معنى قول، شو معنى عمل. قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح، يزيد وينقص، يزيد وينقص، اي يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، كما قال سبحانه وتعالى ايش؟ اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. فالايمان يزيد بالطاعه، يزيد بالطاعة. لذلك مثلا في عندنا مثلا مراتب، هناك الإحسان، هناك الإيمان، هناك الإسلام، تلاحظوا في مراتب، هناك التقي، هناك البر، كل ايش؟ بسبب ايش؟ زيادة الإيمان، وأيضا ينقص، ينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية، كما جاء في بعض الأحاديث أنه أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، مثقال درهم، مثقال خردلة، قال ذرة، تلاحظ ايش؟ ينقص هذا بحسب ايش؟ بحسب المعاصي. ما هي الأدلة؟ هذا التعريف لما أهل السنة قالوا قول وعمل يزيد وينقص، دلت الأدلة عليه. أعظم دليل يا أخوة على هذا من القرآن الكريم آية سورة الأنفال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، الذكر يكون ايش؟ باللسان. ذكر الله هذا يدل على قول اللسان. ذكر الله وجلت، الوجل من ايش؟ من عمل القلب، حركة القلب ودوافعه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم زيادة الإيمان وعلى ربهم يتوكلون، أعمال القلب. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وايضا يقول النبي، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم. فاعتبر ذلك الايمان، بعض العلماء قالوا لماذا الله سبحانه وتعالى قال بان الصلاه هي الايمان؟ ما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم، وعبر عن الصلاه بالايمان، قال لان الصلاه يتجلى فيها جميع اقوال واعمال الايمان. أقوال الإيمان، لما الإنسان يقول الله أكبر بلسانه هذا يدل على إيش؟ على قول القول القلب. أيضا إيش مثلا قراءة القرآن، يعني مثلا لما يعلم آيات القرآنية ويعلم أركان الصلاة، يعلم كل هذه تعتبر إيش؟ من تصديق القلب. لما ينتقل إلى التكبيرات بلسانه قراءة القرآن، هذا صار إيش؟ قول اللسان. لما الصلاة فيها إخلاص لله وفيها محبة لله، حركات الصلاة الظاهرية من سجود وركوع. لذلك الله سبحانه وتعالى عبر عن الإيمان، عبر عن الصلاة بالإيمان، لأن الصلاة يتجلى فيها جميع أقوال وأعمال الإيمان، ماشي؟ وأيضا آيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم تبين هذا الأمر، مثل قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. كل هذا يدل على ايش؟ على ان الايمان قول وعمل، قول وعمل. ايضا قوله سبحانه وتعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، نفي الريب، يقول علم يقيني، يقين، ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. هذه كلها تدل يا اخوه على ان الايمان قول وعمل، يشمل اقوال القلب واللسان واعمال القلب والجوارح.
وأما من السنة فأعظم حديث يدل على هذا التعريف هو حديث شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الحديث يدل على فوائد. قول لا إله إلا الله هذا إيش؟ قول القلب وقول اللسان. قول لا إله إلا الله هذا قول اللسان المتضمن لقول القلب. لما نقول كلمة قول يا إخوة ما نحصر القول فقط باللسان، وإنما نقصد بالقول قول اللسان المتضمن لقول القلب اللي هو تصديق القلب. ولذلك أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا يشمل قول القلب وقول اللسان. أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا يشمل عمل الجوارح. والحياء هذا من إيش؟ من حركة القلب. لما أقول أعلاها وأدناها هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وأيضا حديث أبو سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا عمل الجوارح، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف يعني ما في الإيمان إيش؟ يزيد وينقص. أيضا عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تترك الصلاة نصف عمرها، قال ذلك نقصان دينها، فسمى تركها للصلاة إيش؟ نقصان، معناته نقصان دينها، والدين هو الإيمان. إذا هناك أن الإيمان يزيد وينقص. إذا هذه هي أخوة بعض الأدلة، ومن أراد أن يتوسع في مسألة الأدلة فليراجع صحيح البخاري. صحيح البخاري يعني جاء الإمام البخاري رحمه الله بأعظم الآيات التي تدل على مسألة أن الإيمان أيضا اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الذي أكملت لكم. إذا الإيمان يزيد وينقص. أيضا ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب، ولكن هذه الآية التي استدل بها البخاري رحمه الله على أن الإيمان هو قول وعمل، لأنه شمل أقوال ظاهرة وباطنة. الآية أخوة بالنسبة للتعريف المشهور المختار عند أهل السنة والجماعة أنه قول وعمل يزيد وينقص، وما هي الأدلة الشرعية على هذا التعريف وما هو معنى هذا التعريف؟ المسألة التي بعدها التي يجب أن تنتبهوا لها يا أخوة هي مسألة مراتب الإيمان. انتبهوا على هذه النقطة الآن. مراتب الإيمان، مراتب الإيمان تذكرون يا أخوة قلنا لكم شيء مهم في الدرس الماضي أو الذي قبله، قلنا لكم بأن أي حقيقة سواء كانت حقيقة شرعية أم حقيقة قدرية كونية فإنها تتكون من أصل يزول المسمى بزواله، ومن واجب ينقص المسمى بنقصانه، ومن كمال ومستحب يتفاوت الناس فيه بالدرجة. هذا أي حقيقة الإنسان في له أصل، إذا راح رأسه راح قلبه راح الإنسان. في أشياء تعتبر من الواجب، إيده رجله كبد، وفي أشياء مثلا من الكماليات يعني يتفاوت الناس فيه كالشعر. أيضا الصلاة مثلا كحقيقة شرعية في لها أركان وفي لها واجبات وفي لها مستحبات. أيضا الإيمان يا إخوة، الإيمان كحقيقة شرعية فإن مسمى الإيمان يتكون من ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى هي أصل الإيمان أو ركن الإيمان، ماشي؟ الإيمان الواجب، الإيمان المستحب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإيمان مركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب يترتب على تركه العقاب، ومن مستحب يتفاوت الناس فيه في الدرجات. إذن والإيمان يتكون من أصل لا يتم إلا به، يعني يزول إذا زال. هذا الأصل إحنا سنريد الإيمان أصل الإيمان. والإيمان يتكون من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب
يترتب على تركه العقاب، ومن مستحب يتفاوت الناس فيه في الدرجات. إذن لذلك الإيمان قسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام: الأصل أو الركن، الواجب، المستحب. نيجي على القسم الأول اللي هو إيش أصل الإيمان أو ركن الإيمان. هذا أصل الإيمان يا أخوة أو ركن الإيمان، طبعا يعرفون العلماء يقولون بأنه الحد الفاصل ما بين الإيمان والكفر. إذن الأصل أو الركن، أصل الإيمان أو ركن الإيمان، إذن هو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وله ضابطان. كيف نعرف هذا الأصل والركن؟ واحد، له ضابطين. واحد، كل عمل دل الدليل الشرعي على أن تركه كفر فالإتيان به، الإتيان به من أصل الإيمان. اثنين، كل عمل دل الدليل الشرعي على أن فعله كفر فاجتنابه وتركه من أصل الإيمان. شيخ، عمل ولا قول وعمل؟ شلون؟ كل قول أو عمل. كل قول أو عمل. كل قول أو عمل. أحسنت. إذا الأصل له ضابط، فنقول حد فاصل ما بين الإيمان والكفر. له ضابط، كيف نعرف أن هذا من أصل الإيمان؟ أول شيء، كل عمل، كل قول أو عمل دل الدليل الشرعي على أن تركه كفر. هلا في أعمال مثل ما ذكرنا، مثل ما شفنا تو، الإقرار بالشهادتين دل الدليل على أن تركها كفر، إذا الإتيان بها وين؟ بأصل الإيمان. ماشي؟ الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. نفس الأمر، هذه دل الدليل على أن تركها إيش؟ تركها كفر. فالإتيان بها من أصل الإيمان. إذا كل عمل أو قول دل الدليل الشرعي على أن تركه كفر، فالإتيان به وين؟ من أصل الإيمان. وأيضا بالعكس، كل قول أو عمل دل الدليل على أن فعله كفر. هناك يعني أقوال وأعمال اللي احنا نسميها النواقض، نواقض الإسلام، دل الدليل على أن فعلها كفر، فاجتنابها وتركها من أصل الإيمان. لذلك أصل الإيمان يتضمن أمرين: الإتيان بالأقوال والأعمال التي تدخل في أصل الإيمان، واجتناب النواقض كاجتناب سب الله وسب الرسول، واجتناب السحر، واجتناب الحكم بغير ما أنزل الله، واجتناب مظاهرة المشركين على المسلمين. إذا تتضمن من فعل ومن ترك. فعل للأقوال والأعمال التي تدخل في أصل الإيمان التي دل الدليل على أن تركها كفر، وهذه الأقوال أو الأعمال لا تختص يا أخوة بمرتبة معينة. من هذه الأقوال أو الأعمال لا تختص مثلا بالقلب فقط، وإنما هي إيش؟ في شيء يتعلق به. إحنا لما قلنا القول، قول القلب، اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح. نجي على المرتبة الأولى. هلا في عندك قول القلب اللي هو ايش قلنا؟ التصديق اليقيني بايش؟ بالمعلوم من الدين بالضبط، صح؟ هذا هو اللقاء بهذا المرتبة. ناتي هنا قول اللسان، قلنا ايش؟ الإقرار، الإقرار بالشهادتين. عمل القلب قلنا أصل المحبة وأصل الخوف وأصل التعظيم، ها؟ كلها وين تقع؟ لابد أن يكون في القلب محبة، ولابد أن يكون في القلب خوف ورجاء من الله، وإلا يكون الإنسان إيش؟ كافر. إذا كان الإنسان ما يحب رب العالمين أو ما يحب النبي، يكون إيش؟ يكون كافر، كما قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذا كان يعني يحبون الأنداد كما يحب الله، اعتبره رب العالمين مشركين، فكيف إذا لم يحبوا الله؟ وخافوني إن كنتم مؤمنين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يعني ما في رجاء، إذا انعدام الرجاء، إذا لابد أن تكون أصل هذه الأعمال، بمعنى قدر معين من الأعمال. انتبه،
قدر معين لابد أن يكون من أعمال القلب، قدر من الخوف، قدر من المحبة، قدر من الرجاء، قدر من التعظيم، لابد أن يكون موجود في القلب حتى يكون هذا القلب حقق إيش؟ أصل الإيمان. إذا لم يتحقق هذا القدر فإنه لا يكون هنا إيش؟ لا يكون هناك إيمان. يعني أضرب لكم مثال مسألة أصل الإيمان، مثل مسألة الاتصال، الاتصال على الكوريوم. متى تستطيع أن تتصل على الكوريوم؟ لازم يقول لك على الأقل كم؟ 10 وحدات مثلاً يعني. إذا كان عندك أقل من 10 وحدات ما بيمشي الحال. نفس الأمر ما يسمى مؤمن حتى يحقق إيش؟ رصيد معين من الإيمان. شو هي؟ هي أقوال وأعمال أصل الإيمان. بالقلب اللي هي مثلاً التصديق بالمعلوم من الدين بالضرورة. باللسان هي الإقرار بالشهادتين. بالقلب جزء وأصل الأعمال القلبية التي تدخل في أصل العبادة، أصل التقديس، أصل التعظيم، أصل المحبة، أصل الأمر. في الجوارح مثلاً الصلاة. في الجوارح مثلاً إيش؟ الصلاة. هاي كلها تعتبر إيش؟ عمل من أصل الإيمان. إذا لاحظ إنه أصل الإيمان لا يتعلق بمرتبة أو منزلة دون منزلة. لكن هناك أصل الإيمان هناك في القلب. قول القلب، وهناك في قول اللسان، وهناك في عمل القلب، وهناك في عمل الجوارح. ماشي شباب؟ هذا بالنسبة لإيش؟ لأصل الإيمان أو ركن الإيمان. سميناه ركن لأنه إذا زال هذا الركن يزول الإيمان. ماشي؟ اثنين، عندك الإيمان الواجب. الإيمان الواجب يقول هنا لا يزول المسمى بزواله، ولكنه إيش؟ ولكنه ينقص نقصانا مؤثرا. ينقص نقصانا مؤثرا. ايضا له ضابطين، له ضابطان. واحد، كل قول او عمل دل الدليل على ان تركه معصيه ليست بكفر. تمام، معصيه ليست بكفر، فالاتيان به من واجب الايمان. اذا اثنين، كل قول أو عمل دل الدليل الشرعي على أن فعله معصية ليست بكفر فتركه من الإيمان الواجب. إذا هنا فرقت معنا، هون الإخلال به معصية، الإخلال به معصية. نجي نضرب أمثلة هون. نأتي الآن قول القلب. إحنا قلنا في تصديق يقع في أصل الإيمان. شو هذا التصديق؟ اللي هو التصديق بالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة. ما الشباب؟ التصديق بالمسائل المعلومة من الدين بالضرورة. هذا من يقع بأصل الإيمان. أليس هناك واجبات شرعية؟ فإذا مثلا جهلها الإنسان لم يعلمها مع أنها واجبات، فمثلا نحن نقول التصديق بالواجبات، التصديق بالواجبات الشرعية. لأنه مثلا التصديق مثلا مثال التاجر لابد أن يعلم أحكام البيوع. الذي لديه مثلا أموال لابد أن يعلم مسائل الزكاة، تفاصيل الزكاة. المرأة البالغة لابد أن تعلم تفاصيل الحجاب. هذه المسائل هل تقع في الأصل؟ ما تقع في الأصل، إنما تقع وين؟ في الواجب. فهنا إذا جهلتها المرأة أو جهلها البائع أو جهلها كذا، فهذا إيش يعتبر؟ يعتبر عادي. فهون إحنا نقول قول القلب مثلا التصديق العلم بالمسائل الواجبة التي لم تصل إلى درجة إيش؟ أصل الإيمان، ولكنها أيضا إيش؟ أيضا واجبة على الإنسان. هذا بالنسبة للقلب. بالنسبة للسان مثلا في عندك يعني أشياء واجبة، مثلا إحنا قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة يعتبر إيش؟ واجب من الواجبات التي يجب على الإنسان إيش؟ أن يأتي بها. تكبيرة الإحرام أيضا واجب من الواجبات. نأتي إلى القلب، عمل القلب أيضا هناك مثلا المرتبة التي تلي مرتبة الأصل. الآن المحبة لديها أصل، في مرتبة أعلى من المحبة، هي مرتبة إيش؟ المحبة الواجبة. هناك المحبة واجبة، وهناك خوف واجب، وهناك رجاء واجب. مثال على هذا الأمر قوله سبحانه وتعالى مثلا في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو
أخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كساد أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل أحب إليكم. إذن هنا ما هو الذي يختل عندما يترك الإنسان الجهاد في سبيل الله؟ أي محبة؟ محبة الواجب، لأن الله قال سبحانه والله لا يهدي القوم الفاسقين، سماهم بالفاسقين. إذن المحبة في منها أصل الإخلال بكم، وفي منها إيش؟ واجب. أيضا الخشية تخشونهم، فالله حق أن تخشونه. الإنسان ترك جهاد الكفار خشية منهم، هل نقول أنه كفر؟ لا، نقول أنه إيش؟ أنه عاصي، لأنه أخل بالخشية الواجبة وبالخوف الواجب. هذا بالنسبة لإيش؟ لعمل القلب. وفي عندك عمل الجوارح الواجب الظاهر، مثل إيش؟ الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، مثل الحجاب، بر الوالدين، هاي كلها هذا إيش؟ من الأعمال. وأيضا التروك معصية، فعله معصية، مثل شرب الخمر، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، عقوق الوالدين، هذا بد الإنسان إيش؟ أن يتركها. إذا معنى هذا الكلام أن الإيمان الواجب بعبارة مختصرة نقول أنه يتضمن أمرين، الأمر الأول أداء الواجبات التي تقع خارج مرتبة أصل الإيمان، ها؟ زائد ترك إيش؟ المحرمات التي تقع خارج أصل الإيمان، ها؟ ما نعم. إذا بعبارة أخرى أن الإيمان الواجب يتضمن أمرين، الأمر الأول أداء الواجبات التي تقع خارج أصل الإيمان، لأن الواجبات التي تدخل في أصل الإيمان إيش تعتبر؟ من أصل الإيمان. فنقول الواجبات التي تقع خارج أصل الإيمان زائد ترك المحرمات التي تقع خارج أصل الإيمان، هذه عبارة وجيزة، ماشي؟ لاحظ أيضا أنه الإيمان الواجب أيضا في منه بقول القلب، في منه بقول اللسان، في منه بعمل القلب، في منه بعمل إيش؟ الجوارح، ماشي شباب؟ المرتبة الثالثة هي مرتبة الإيمان المستحب، مرتبة الإيمان المستحب. فعله مكروه وتركه
استخلافه من الإيمان المستحب، وكل قول أو عمل دل الدليل على أن تركه مستحب.